طبعا دي ارقام وبقت جزء من المعادله شئت ام ابيت. بتكلم طبعا على اوروبا، صعب ان انا يعني اقارن نفسي باوروبا او اقارن اي حتى اي دوله في العالم حتى اللي عندها امكانيات ماليه ضخمه جدا. يعني لما تبص مثلا على امكانيات الدوري السعودي الماليه هتلاقي ان في ارقام ما بتصرفهاش اكبر انديه في اوروبا، لكن في النهايه القصه مش قصه امكانيات بس، فكر واداره ومنهج الناس بتشتغل عليه في كل حاجه، من اول التغذيه للتدريب للعلاج والاستشفاء للمدربين للملاعب للاضاءه للنقل والبث التلفزيوني للتحكيم وللجماهير، كلها منظومه مرتبطه ببعضها. حاجه كده زي انتوا عارفين سلاسل التوريد، الشركات المالتي ناشونال بتشتغل بحاجه اسمها سبلاي تشين، من اول الماده الخام لغايه لما تمر بقى بعمليه الشحن والتوزيع لغايه لما توصل للمخازن، كل البروسيس دي اي مشكله فيهم تاثر في النهايه على جوده المنتج وسعر المنتج النهائي. هي نفس القصه في كره القدم، اي خلل في اي جزء من المنظومه دي ياثر على الجوده وياثر على المنتج النهائي. معاك طبعا المدرب عامل اساسي، مدرب في مصر من اغلب المدربين اللي بقابلهم على الهواء او حتى يعني بره الهواء، يعني بيشتكوا مر الشكوى الحقيقه. صحيح. يعني مفيش اي دعم بيتقدم للمدرب المصري، مفيش اي حاجه بتتعمل لتطوير المستوى بتاع المدربين المصريين، حتى الحالات اللي انت اتكلمت عليها بتحاول تشتغل او بتجتهد دي محاولات فرديه، لكن بالتاكيد مش ده السبب الرئيسي، ده جزء من الاسباب يا اشرف. طبعا يعني انا بكلمك على بس حاجه من اهم الاساسيات اللي موجوده، لان ده اللي بيعلم ويطور البنيه الاساسيه عندك، وهي الولاد الصغيرين الشباب اللي هيبقوا بعد كده موجودين في منتخباتنا شباب وناشئين وشباب ومنتخبات يعني اولمبيه. حتى الاكاديميات النهارده في مصر بتشتغل بشكل خاطئ يعني، طبعا كلها للمصلحه، بيزنس خاص يعني، مع انه لو احنا فكرنا فيها بشكل مختلف هيبقى بيزنس افضل بكتير جدا من الشكل القبيح للبيزنس اللي بيتعمل ده. يعني انت لو فكرت تعمل اكاديميه زي جنراسيون فوت مثلا معموله في السنغال دي، انت مش متخيل كم الفوائد اللي هترجع عليك فنيا وماليا من اكتشاف مواهب حقيقيه وتطوير مستواها وتصديرها لل. وخلي بالك كل يعني تقريبا 90% من اللي بيرقصوا الاكاديميات دي هناك او اللي متولين مسؤوليتها، مش عايز اقول يرقصوا، متولين مسؤوليه الاكاديميات دي هم لاعبي الكوره، لاعبي كوره قدامى سواء دوليين او محليين، لكن هم دول ده شغلهم، ده الطبيعي يعني، ده الطبيعي ان يكون لاعب الكره هو المسؤول عن او حد لاعب كره ومختص بده، عنده العين الخبيره اللي تعرف تختار، وعنده بعد التاهيل والتطوير زي ما قلت قبل كده ان سنجور هو اللي عمل ده وطور فكر الناس دي. برضه في الاتحاد المغربي اوشن روبرتس هو الويلزي ده هو المسؤول عن كمدير فني للاتحاد المغربي من 2018 مع طبعا نور الدين نايبه النجم المغربي، في فكر وتطوير ووضع المشروع للدوري المغربي والبنيه التحتيه وتطوير المدربين و و. خلي بالك انت تفضلت وقلت يا احمد دلوقتي ان معظم اللاعبين الموجودين في المنتخب المغربي يعني من خارج المغرب او كانوا ولكن عشان تقدر تستمر في انك تفضل موجود بهذا الشكل وهذا الاداء لازم يكون عندك من عندك من المغرب، انت مش هتفضل تجيب من بره، صح. وبالتالي الناس بتشتغل بالشكل ده، عشان كده بقول لك ان مثلا بعد امم افريقيا 21 في السنغال بعد ما خدوا البطوله دي في 5 أو 6 لاعبين من الشباب اللي حصلوا على البطوله هنا في مصر اتصعدوا للمنتخب الاول وبيلعبوا بشكل كبير مع المنتخب السنغالي. ما عندناش ولا لاعب اتصعد، ما عندناش ولا لاعب. هو ده الفكر انك تفضل تجدد وتستمر.